مهما كان مين اللي مزعلني لو هو بيمثل مصر، انا هكون فخور بيه وهكون اول حد بشيد بيه وهكون اول حد سبورت في ظهره، ولكن انا ما صدرش من نقابتي لا مني شخصيا ولا صفتي النقابيه ولا مجلس ادارتي اي بيان يخص وجوده في كاس العالم. ليه تتحرش بيا؟ انت ليه بتتحرش بيا شخصيا ونقابيا؟ بتتحرشوا ليه بالنقاب؟ طب هو ويجز نفسه ما نزلش على اي من حساباته الرسميه اي تصريح يفيد بانه لا صحه للشائعات التي تتحدث عن منع النقابه لي من ان انا ابقى احيي حفل كاس العالم في الدوحه؟ يعني ما جابش سيره، قعد ساكت. هو ده بقى اللي يخلينا شك بقى. ما انا مش هكدب عليك برضه يا استاذ يوسف، ما انا بكلمك بالشكل المثقف ده شويه، لكن ما تنساش برضه ان انا راجل ستار ميكر، راجل صانع نجوم، وعاشرت عفاريت الاسفلت في الشغلانه دي طبعا، ففاهم. لو انت عايز تطفي النار يا استاذ يوسف هتطفيها، هتطلع تقول الكلام ده. كونك ساكت ده على الاقل شخصيا يدينك قدامي، اعرف ان ده على هواك، ان اللي حاصل ده جاي على هواك، على انت مبسوط منه.